صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده اكلم حضراتكم في موضوع مهم. موضوع حلقه النهارده عن زواج اليوم الواحد او الزواج السريع في اوكرانيا. دايما بتسال هذا السؤال، انا عاوز اجي اتجوز في اوكرانيا، سهل ولا صعب؟ بالنسبه للزواج في اوكرانيا، سهل جدا ان انت تتجوز في اوكرانيا. بالفلوس بتتجوز. انشأت الحكومة الأوكرانية في 2017 تسهيلا على المواطنين حاجة اسمها مكاتب الزواج اليوم الواحد. مكاتب الزواج اليوم الواحد تسهيل على المواطنين الأوكران أو المواطنين الأجانب، يعني هذه الخدمة للجميع في أوكرانيا ولكن داخل أوكرانيا. طب إيه الأوراق المطلوبة من حضرتك عشان تتجوز هنا في أوكرانيا؟ بتيجي فمطلوب منك ورقتين أو مطلوب منك حاجتين لا أكتر ولا أقل. أول ورقة شهادة العزوبية مسماها في الدول العربية وفي مصر القيد الفردي، حضرتك بتصاحبهم معاك ان انت مش متجوز في بلدك، لان القانون الاوكراني لا يسمح بتعدد الزوجات. واحد يقول لي في ناس هنا متجوزين اثنين وثلاثة، متجوزين بس مش رسمي، الدولة لا تعلم عنهم اي شيء. بالنسبة للقانون الاوكراني ممنوع تعدد اكتر من زوجة، يعني زوجتين قانون يجرمك عليها. فحضرتك بتجيب الورقه دي معاك ان انت مش متجوز حتى خارج اوكرانيا، لان القانون زي ما قلت لك لا يسمح بتعدد الزوجات. الحاجه الثانيه، لازم تكون داخل البلد بصفه قانونيه، سواء بتاشيره سياحيه او بدعوه خاصه من صديقه او من صديق، المهم دخلت اوكرانيا بيحقلك ان انت تتجوز. طيب هل انا لو دخلت اوكرانيا مكاتب الزواج اليوم الواحد دي، يعني انا بروح المكاتب فبلاقي عندهم زوجات ممكن اتجوز منهم او انقي؟ لا، ده مش مكتب خطبة هتلاقي عنده زوجات، ده بتروح جاهز انت وخطيبتك اللي انت تعرفها قبل ما تروح او تعرفها من قبل كده، وبتروحوا تتمموا عقد الزواج. اعتبر هذا المكان اسمه زاكس، اعتبره مكتب المأذون في بلادنا العربية، يعني المأذون بينتقل لحضرتك في بيت العريس او بيت العروسة وبيعقد القران. هنا انت اللي حضرتك بتروح لهم، هم ما بيروحوا لكش. يعني مكاتب الزواج اليوم الواحد ده مفهومه عشان الناس تبقى عارفه، مش حضرتك هتيجي تتجوز هنا فتنقي عرايس. طيب تكلفه الزواج في المكاتب اللي هي مكاتب الزواج السريعه هنا في اوكرانيا، اخر اسعار سمعتها 300 دولار و400 دولار، ده اخر سعر انا سمعته. وبتاخد العقد زواجك وبتوثقه من وزاره الخارجيه الاوكرانيه ومقرها في كييف. ده بالنسبة للناس، وكده يبقى انت خلاص زوج رسمي والدولة معترفة بيك كزوج لزوجة أوكرانية موجودة هنا في أوكرانيا. بترجع بلدك وبعد كده بترجع تعمل إقامتك وحياتك بتستمر. فدي الخطوات اللي انت بتتبعها عشان تعمل الإقامة بغرض الزواج. بالنسبة لهذه المكاتب منتشرة في كل مدن أوكرانيا. طيب ايه زاكس ده يا خالد؟ هشرح لكم يعني ايه زاكس. الناس اللي موجودين هنا في اوكرانيا عارفين يعني ايه كلمه زاكس، ولكن حضراتكم ما تعرفوهاش. اولا زاكس اللي هم كانوا قبل 2017 كنت حضرتك بتروح زاكس عشان تعقد قرانك او تتجوز الزواج المدني، فكنت بتنتظر 35 يوم انتظار على ما يعقدوا قرانك. فالدوله تيسيرا على المواطنين سواء اجانب او مواطنيها انشات هذه المكاتب، وهذه المكاتب قطاع خاص او توكيل وبيزوجوا من خلال زاكس او توكيل من زاكس نفسه، يعني حضرتك بيعقدوا قرانك وبيختموا الاوراق دي من زاكس. هو تسريع للاجراءات، يعني هذه الدول بتحاول ان هي تيسر على المواطنين سواء ضيوف او اولاد البلد. هل الزواج هنا بيتطلب تعقيدات كثيره واوراق كثيره؟ لا، هما الحاجتين دول اهم حاجه يكون معاك، الحاجتين اللي انا قلت لك عليهم القيد الفردي وتأشيرة صالحة، وباقي الأوراق زوجتك في المستقبل هي اللي بتعمله من أوكرانيا، فأنت مش مطلوب منك أي أوراق غير هما الحاجتين دول. بالنسبة لمواقع التعارف الموجودة كثير في الإنترنت، كل هذه المواقع وأنا بقولها بدون استثناء مواقع وهمية ومواقع نصب ودعارة مقننة، فنخلي بالنا منها. مفيش حاجة اسمها أنا أتجوز واحدة محترمة من هذه المواقع ولن تجد انسان محترم داخل هذه المواقع. الناس دول بيشتغلوا وانت حضرتك بياخدوا منك لا اكتر ولا اقل، فما تخليش حد يضحك عليك، لازم تكون عارف خطيبتك. طيب سؤال دايما بسال عن الزواج بالذات
وهنحاول نلم هذا الموضوع في هذا الفيديو. اتعرف ازاي على بنت؟ اولا في مواقع كتير اوكرانية او روسية، كل الناس الاوروبيين بيشاركوا في هذه المواقع. المواقع دي اما الفيسبوك او الفي كي او كونتاكت، دول المواقع اللي منتشرة هنا في اوكرانيا وفي روسيا، وهسيب لكم اشكال هذه المواقع. تخش حضرتك، كل الناس اللي موجودين او معظم الناس اللي موجودين سواء ستات او رجالة، المعلومات اللي بيبقوا حاطينها بيبقوا حاطينها فعلا معلومات حقيقية، يعني انا عازب او انا متجوز او انا مرتبط، فهتلاقي المعلومات دي داخل هذا الموضوع. ولكن حضرتك لما بتخش لازم بتكون بتتكلم على الاقل روسي او اوكراني او انجليزي، ولازم تكون عارفها معرفة تمام. انصح كل حد بيخش على هذه المواقع اللي انا ذكرتها، اللي انا بعتبرها مواقع الى حد ما محترمة، يخش وما يستعجلش العلاقة، يدخل ويصادق الناس ويعرف ثقافات الناس الاخرى وما يستعجلش اي علاقة. ليه؟ لان مفهوم الناس دول في العلاقات غير ما فهمنا احنا في العلاقات ما بين الراجل والمرأة. احنا بتربطنا قيود اولها الدين والشرع، فدول ما يعرفوش كده، الناس دي ما تعرفش الحلال والحرام. يعني اي واحدة هتخش تقولك انا مش بشرب خمر عشانك بتكذب عليك، اي واحدة تخش تقولك انا هبطل اكل لحم خنزير عشانك بتضحك عليك، بتخش اي واحدة بتقولك انا هخش الاسلام عشانك بتضحك عليك. ليه؟ النهاردة حد عمره 30 سنة او 25 سنة اتعود على عادات وتقاليد معينة ما يقدرش يغيرها في يوم وليلة. الناس دول بيغيروا فعلا هذه الامور وفعلا بتبطل هذه الحاجات، سواء اكل الخنزير او الخمور او ان هي تخش دينك عشانك، ده بعد ما يكون في علاقة بينكم، علاقة طويلة وعلاقة جادة اللي هي الزواج، وبتقتنع بمذهبك او بعقيدتك. عشان ما تضحكش على نفسك وعشان ما تضيعش وقتك، مفيش حد بيتنازل عن عاداته وتقاليده بكل سهولة حتى لو كان بيموت في هذا الشخص او روحه في هذا الشخص. الناس هنا ليهم نظام في اللبس زي ما حضراتكم شفتوا، ده طبيعي عادي. انا لما تعيش في اوروبا هتلاقي نفسك عندك مناعة ان انت ما تبصش على حد، ان انت ما فيش واحدة تلفت نظرك، لانك انت في المرتبة الاولى بتخاف من ربنا، ثم عندك عادات وتقاليد وتربية تمنعك ان انت تبص على واحدة هي مش من حقك. في ناس بتبص، وفي ناس بتعمل علاقات محرمة بينها وبين سيدات اخريات، ده شأنهم وليس الكل ولا الجميع. في ناس محترمة جدا هنا عايشة في اوكرانيا ما بتعملش حاجة تغضب ربنا. فانت عشان تبقى مستريح ونفسيتك مستريحة، لازم تهيئ نفسك ان انت تعرف عادات وتقاليد هذه الشعوب. لو عرفت عادات وتقاليد هذه الشعوب هترتاح كتير جدا. فمفيش حد بيغير حاله او حياته عشان حد لو هو روحه فيه. حاجة مهمة حابب ان انا انصحك بيها، لو انت في بداية علاقتك باي بني ادم خارج وطنك او داخل وطنك، حتى احسان الاختيار في شريكة حياتك في بلدك او خارج بلدك، ولكن خليني اتكلم على اوكرانيا. لو انت قررت ان انت تعيش في اوكرانيا او ترتبط بفتاة ما او سيدة ما، انصحك بشيء مهم جدا ما تعملوش. ايه هو الشيء ده؟ لو حضرتك راجل عندك مال، صدقني الناس في اوروبا مش كلهم الا من رحم ربي، ولكن الغالبية العظمى لا يعنيهم المال في شيء، ولكن المال وسيلة وليست غاية. فالناس تخلي بالها من هذه الامور. يعني انا داخل على علاقة جديدة، مفيش داعي افتح على البحري. يعني انا لو حالتي المادية ميسورة او بشتغل في مكان مرموق او كذا او كذا او كذا، مفيش داعي تحكي هذه الامور عشان المال السايب بيعلم السرقة. فعشان انت حضرتك ما تتعبش فيما بعد وتلاقي نفسك اتصدمت، فحاول تخبي. الناس هنا لا البنت بتطلب منك مهر ولا مؤخر ولا صدقة ولا نفقة ولا اي شيء. حتى لا قدر الله لو وقع الطلاق بتنفصل عن بعض، مفيش اي خسائر مادية. ولكن حابب برضو اقولك على حاجة تنتبه ليها. لو جيت على اوكرانيا حاول ان انت ما تشتريش اي اشياء عينية. الاشياء العينية اللي هي العقارات، سيارات، معرفش فلوس البنك، الحاجات دي حاول ان انت تبقى حريص جدا ان انت ما تعملهاش. ليه؟ لان اي حاجة هتشتريها بعد اتمام الزواج زوجتك لها الحق عند الطلاق في نصف هذه الممتلكات، شيت او ابيت. طول ما انت في اوكرانيا هيقسمه نص اللي عندك. ف
فانت عشان ما تجيش تنخدع في فتاة او سيدة تكتشف ان هي انسانة مش كويسة وتكون انت اشتريت عقار او اشتريت سيارة او اي شيء من هذه الامور وتلاقي نفسك خسرت الجلد والصاد زي ما بيقولوا في مصر. فتنتبه لهذه الامور وحاول ان انت ما تكشحهاش على الاخر. تكشحهاش يعني في بعض الناس عندهم عقد نفسية فحاطط في دماغه ان هو لما يقول للبنت انا مليونير او ملياردير او انا كذا او انا ضابط شرطة او انا مش عارف ايه فالبنت هتتمسك بيه اكتر او البنت هتحبه اكتر. الكلام ده كلام مش مظبوط. الناس هنا بيحبوا بعض عشان الذات لا اكتر ولا اقل. تلاقي الزوج او الشخص والشخصة بيرتبطوا ببعض حتى لو من غير جواز ولكن بيكافحوا مع بعض. هي بتشتغل وهو بيشتغل، هي بتساعده وهو بيساعدها، وبيبنوا الحياة على هذا الاساس. ممكن حظك تقع مع واحدة عندها شقة فتقعد معاها في الشقة، مش هتقول لك انت انا مقعدك في بيتي، مش هتقول لك الكلام ده طول ما هي بتحبك. ولكن اذا استحالت العيشة بينكم هتلاقي حاجات كتيرة قوي وامور كتيرة تحصل. طيب انا لو جبت اطفال هل من حق ان انا اشوف الاطفال؟ ولكن حاول لو جبت اطفال حافظ على بيتك، انت حكيم، حاول ان انت تمشي بيتك بعقل الرجل الحكيم وليس عقل الرجل الاهوج. هتخسر حاجات كتيرة جدا، الست هتعندك وهتخلي اولادك يبقوا على غير دينك. فحاول ان انت تتمسك باطفالك، وقبل ما تتجوز اتفق على نقط وشروط مهمة وخطوط حمراء لا تتنازل عنها. الاولاد ودهانتهم، زوجتي ما تشربش خمرة، ما تشربش سجاير، ما تلبسش لبس قصير زي ما وريتكم في الفيديو. امور كتيرة جدا دي ضد مبادئنا وضد اخلاقنا واولهم ديننا وعقيدتنا. فانت اتفق معاها من البداية. انا ما بحبش الواحد اتنين تلاتة اللي انا ذكرتهم لحضرتك، وافقت ما وافقتش يبقى نفترق من الان، افضل ما يبقى في بيننا اطفال او يبقى بيننا خسائر مادية او علاقة كبيرة وتنصدم وتنجرح في حياتك. حاجة اخيرة ولازم كلنا ننتبه ليها. اولا اختيارك للزوجة الصالحة ده مش في اوكرانيا بس، يعني سبق وكتير قوي قلت يعني خلي الزوجة الاوروبية هي اخر اولوياتك، ولكن اذا كان هو ده النصيب والقدر خلاص ربنا يكرمك. ولكن قبل ما تقرر تتجوز الزوجة الاوروبية او الاوكرانية راجع نفسك مليون مرة، احسن الاختيار. فعلا لما بتحسن الاختيار بتستريح. استعجالك في العلاقة اكتر حاجة بتخليك تفشل. قبل ما تقرر ان انت تعيش في اوكرانيا مع زوجتك شوف انت هتشتغل ايه الاول، شوف امكانياتك اللي انت بتعرفها قبل ما تقرر، شوف استوعابك للغة الاوكرانية او الروسية. وخلي بالك لما بقولك او، يعني اللغة الروسية ممكن في اي لحظة تنتهي خالص، لاني اللغة الاوكرانية اتعممت في كل مصالح الدولة وغير مسموح لاي حد ان هو يتحدث مع اي حد بغير اللغة الاوكرانية. ده بالنسبة للمصالح، ولكن الناس في الشارع هتلاقي في مدن بتتكلم اللغة الاوكرانية البحتة وفي ناس بتتكلم الخليط بين اللغة الاوكرانية واللغة الروسية. فانت عشان ما تتشتتش قدامك خيارين، يا تتعلم اللغة الاوكرانية يا اللغة الروسية عشان تقدر تعيش. كل هذه الامور لازم تحسبها قبل ما تقرر ان انت تتجوز الزوجة الاوكرانية. قلت لكم ليه الكلام ده النهاردة. اولا الناس هنا في اوكرانيا، خليني اتكلم على اوكرانيا لان انا ببقى عايش في بلد، محبش اتكلم على بلد تانية انا مش عايش فيها. يعني بستعجب ناس عايشة مثلا في دولة عربية فتلاقيه يبدأ يتكلم على اوكرانيا مثلا وهو مش عايش في اوكرانيا، يبدأ يتكلم على روسيا وهو مش عايش في روسيا، يبدأ يتكلم على المانيا وهو مش عايش في المانيا. فالناس دول حقيقي بحس ان هم عندهم عقد نفسية. انا بحب اتكلم عن البلد اللي انا عايش فيها. ليه؟ لما بتكلم على البلد اللي انا عايش فيها في حاجات وقوانين بجد انا عشان مش موجود في هذه البلد فمبقاش عارف ايه عنها امور كثيرة جدا، فابدأ ابقى واصي على البلد وابدأ اتكلم على البلد. فسيب اهل البلد يتكلموا عنها، سيب الناس اللي عايشة جوه البلد يتكلموا عنها، وانت اتكلم على البلد اللي انت موجود فيها سواء البلد فيها ايجابيات او سلبيات. نرجع لموضوعنا، الناس هنا بيلبسوا قصير وبيشربوا خمرة وبيأكلوا لحم خنزير، هذه عاداتهم وتقاليدهم والناس بيحبوا كده، وانت مش هتقدر تغير لهم عاداتهم وتقاليدهم. فعشان ما تبقاش انسان منبوذ خد الجانب السلبي من الناس دول واركنه على جنب، خد الجانب الايجابي واحتفظ بيه لنفسك.
نتعلم منهم الحاجات الكويسة زي النظافة زي أمور كثيرة جدا. حبيت أقول لكم على هذه النقطة ولو إنها ملهاش علاقة بموضوع الزواج، ولكن من وجهة نظري هي جزء لا يتجزأ من مشروع الزواج والعيشة في بلد غير إسلامي. ده هيكون نهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى أن أنا أكون لميت كل الأمور الخاصة بهذا الموضوع، لأني بيجي لي أسئلة كتيرة جدا، وأنا عملت فيديو من أكتر من سنتين وشرحت الموضوع دون، بس ما شرحتوش باستفاضة زي ما شرحته النهاردة. أتمنى لكم يوم سعيد، أتمنى لكم السعادة الزوجية أو السعادة في حياتكم العامة، وربنا يوفقكم. بحبكم، السلام عليكم، صباحكم ورد وعسل.